يا عباس، الموضوع ده صعب خالص. شنو صعب؟ انك تمسك مين بالبيت دي؟ والله الكلام ده قالوا كلام مثقفين ودلوقتي، بس ما قالوا كلام في كمان بيحصل في البيت اطلاقا. دقيقة منهج، يعني دي حاجة المفروض انت تكون وضعتها نصب عينيك اوريدي. بسمح بانك تقدرني حته انه امسح وانظف البيت كامراتي. بعدين يا اخي انا ما بتكلم بالوقت، وانا اكون اداه بتاع المسح والنظافه، وانا اصلا ارضى بالحاجه دي في اطار اتفاق ثنائي. بعدين طيب اذا قمت امسح، اكسكيوز مي، إذا عبيت أمسح أنا صار علي ضريبة تأكيد ولي أسمع كويس. مش من تعبات قلت لك إذا عبيت أمسح. إذا رفضت تمسح؟ لا ما مش ما إذا ما إذا إذا مش تمام. ما إذا يعني ما إذا أبيت تمسح ما كده، ما يعني إيزي إذا أبيت تمسح يا بس. لا مش أبيت تمسح مش يعني إذا كيف يا عباس؟ دي مشاركة. أيوة مشاركة، هي عندها دور بتقوم به وانت عندك دور بتقوم به. أيوة يعني في مناصبة، يعني أنا عندي يوم وأنا عندي يوم، يعني إذا معناتها
ما صعبة صح؟ نحن فوق رقاب الرجال قعدنا وتحكرنا وما فرحا بشم كان احنا له فكرنا نجوى يا نجوى وانا زي اللي عامل اليوم كله حايمة يا نفسي يا عديلة يوم ليك ويوم له طبعا كيف تبقي زولة عبيطة عارفة ما تتسهلي في حقوقك خالص ولازم تعرفي انه شغل البيت ده مسؤولية مشتركة عارفة ان زوجك الخير ده انت المدلعة وانت المبوظة والله يا عديلة يا بنت ميرا صح لانه شفت الخير ده وبعد الحياة دي كلها انا اللي بغيبين معاك وراك شنو سوي الفطور سوي الغداء سوي الجبنة وكمان الموجع قد ما يكون الجلايب لا حول ولا قوة الا بالله حاجة مؤسفة معشان انت تسهلي في حقوقك اسمعي عارفة ده شنو؟ ده ميثاق دستور المرأة وحقوق المرأة المصدق من اليو ان مصدق شيليو اجريو نفذيو اسمعوا لي من اي تو زد دارت عديلة يا عديلة ايوه يا عباس ضيفتك دي اعمل لها قهوة ولا شاي؟ تشرب ايش من ايوه يا عباس يا عباس يعمل لنا قهوة ولا شاي؟ لا 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 يا اخي مالها رايحة جميلة مالها رايحة اوكي يا عباس جيب لي مية بس مية بس يا عديلة معقولة يا اخي ضيفة بعمل لها مويه بس اتس اوكي okay. لا 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 يا عيلة مبالغة يعني هسه الموضوع كده الحال عندك ماشي كده ايش يا عيلة طيب انا الخير ده ما خاميني معذبني ومشغلة لي ونفسي في رجيفي اوكي والله والله ده مش الدستور بتاعك والكلام ده انا مش بعيدة ماشي الخير واشوف الدستور بتاعك عامل كيس يس ذيس از ماي جيرل جو جدا تعالي جيت طرت وقت الفطور يا اخي جوعنا بالمناسبه هاي في اطار الشبكه الذكيه والموضوع ده بينص على انه فرضيه الانا والانا الاخر انت مفروض كاتيجي في الفرق ذاته في شنو يعني؟ يعني مفروض يوم ليك ويوم لي بالنسبه لايش يعني ما فهمت يعني شغل البيت شغل البيت ماله تمام انا اشرح لك بالنسبه لشغل البيت ايوه شغل البيت يعني يوم يكون شغلك قومي الصبح تعمل شاي تغسل تنس كويس تكوي انت كنت وين بالضبط كده؟ كنت عند عديلة شربت شربت انا يومي اغسل العده تغسل ايوه وفي مكان تكوي لا بكوي بكوي هاي بكوي Thank you.